معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من موسكو المتخصص في الشان الروسي سيد نصر اليوسف، مرحبا بك. إذا حلف شمال أطلسي أكد أن تطوير روسيا نظاما صاروخيا جديدا هو انتهاك لمعاهدة نزع السلاح النووي، إلى أي مدى ترى أن تخوفات أوروبا في محلها من روسيا؟ مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين جميعا. حياك الله. هناك خلافات حقيقة أصبحت متجذرة في الفترة الأخيرة، وخاصة يعني تعمقت بعد ما قامت به روسيا في جنوب شرق أوكرانيا من ضم أولا ضم جزيرة القرم، وثانيها تقديم المساعدة للمتمردين والذين يقال عنهم الانفصاليون كذلك. الخلافات بين روسيا والغرب عموما وخاصة مع الولايات المتحدة تكتسب طبعا، أصبحت يعني حيويا. فروسيا تحاول جاهدة أن تعود إلى المسرح الدولي باعتبارها القطب المعدل للقطب الأوحد الذي استفردت فيه الولايات المتحدة منذ تفكك الاتحاد السوفيتي. فبوتين الطامح حاول في البداية أن ينهض بروسيا، ثم بدأ يجمع شتات ما يمكن من الاتحاد السوفيتي ومن أوروبا الشرقية، وبعدها بدأ بالتمدد خارج هذه القارة لنرى ماذا فعل، وخاصة جاءت الأزمة السورية له بمناسبة هدية على. ولكن أستاذ نصر، بريطانيا اتهمت روسيا بشن هجمات إلكترونية ضد مؤسسات عالمية، ألا ترى أن هذه التصرفات التي وصفتها بريطانيا بالعدائية تهدد السلم الدولي؟ وكيف تفسر، بما تفسر تلك التصرفات الروسية؟ لو تركتني قليلا كنت سآتي إليها. هذا الكلام يعني في إطار نهج روسيا إثبات نفسها قوة عالمية معدلة قطب آخر، فبدأت تتدخل في كل شاردة وواردة. هناك طبعا في معروف أن المدرسة الرياضية، الرياضيات أقصد، مدرسة الرياضيات السوفيتية قوية جدا، وخرج منها الكثير من علماء الإلكترونيات من الروس، فاستغلوا هذه القوة وبدأوا ينتشروا. فنحن رأينا كيف حاول يتدخلوا في البريكسيت، خروج يعني في عملية خروج بريطانيا، وهناك أدلة يعني بريطانيا تتهم ولديها الأدلة، وكذلك التدخل في الانتخابات الأمريكية وفي الانتخابات على الانفصال في إسبانيا وهكذا، والهجوم على كل ما يمكن أن يضر بسمعتها. هناك هجوم إلكتروني، أنا أصدق أن روسيا حاولت التدخل في الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات. ليش؟ لأن تعرفون كان هناك أزمة عميقة جدا مع اللجنة الأولمبية ومع لجنة مكافحة المنشطات، فحاولوا أن يسترقوا يعني ماذا لدى هذه الوكالة من معلومات حتى يمكنوا يتمكنوا من دحضها. طيب سيد نصر، يعني هناك من يرى أن هذه التجاذبات تعود بالعالم إلى أجواء الحرب الباردة وسباق التسلح بين الشرق والغرب، هل تعتقد أن حمى التسلح والحرب الباردة يمكن أن تعود وما تبعاتها؟ أنا لن أقول رأيي، بل سأقول إن على السنت المسؤولين، كبار المسؤولين الروس قالوا إن العلاقات بين الشرق والغرب أسوأ حتى من فترة الحرب الباردة. فهناك خلاف عميق بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من انتشار الصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى، فكل من الطرفين يتهم الآخر بأنه ينقض هذه المعاهدة ويطور أسلحة. إذا هناك خلاف من هذه الناحية. هناك آخر، التمدد حلف الشمال الأطلسي، روسيا تعتبر كل دولة أو كل مشروع عضو هو اقتراب من حدودها، وبالتالي يقصد أمنها القومي أو يضر بأمنها القومي. هناك في الحقيقة نوع يعني غير معلن من سباق التسلح. أشكرك، أعتذر منك، وأشكرك سيد نصر اليوسف المتخصص في الشأن الروسي من موسكو.